بمدينة بنت جبيل بيشتهر فرن بتاريخه العريق بإعداد أشهر المخبوزات والمعجنات. شرع فرن بنت جبيل أبوابه للزبائن بستينيات القرن الماضي، ولليوم مستمر بتقديم أشهر المعجنات اللبنانية التقليدية بنكهة مميزة. فرن بنت جبيل الحديث تأسس بسنة 1965 تقريبا على يد الوالد، وتابعنا نحن هالمسيرة وتدمر الفرن بحرب تموز بال 2006، وعدنا تأسيسه على طريق عام صف الهوى. لطالما دعم اقتصاد المدينة، وبيذكر كبار السن اصطفاف الأهالي بالماضي أمام الفرن لشراء حصص من الخبز والمعجنات، ورغم تدميره خلال الحروب يلي شهدتها البلدة وتغيير موقعه، استمر وحافظ الأبناء على إرث أبائهم. صيف وشتي بيقصد الأهالي الفرن لشراء المعجنات اللبنانية. خلال شهر رمضان بيزداد الطلب على المعجنات والمشاطيح لكونها أساس وجبة سحور صحية وخفيفة، وهالنوع من الخبز التقليدي عمره أكثر من 100 سنة. تأسس الفرن فرن خبز، مع الوقت غيرنا نحن، صرنا نشتغل معجنات مناقيش، برمضان بنشتغل مشاطيح. يعني المشطاح تقريبا يعتبر تراثي بهالبلد، نحن الوحيدين اللي بعدنا عم نعمل المشطاح اللي يعتبر هذا المشطاح البلدي، يعني بعد يعني من الاكلات الخفيفه خاصه بهالايام اللي عم تمرق صيفيه والشاب قوي، بيجي خفيف على الصائم مع لقمه لبنه مع لقمه جبنه. على مدى العمر صحيح انه التصريفه كنا نعمل بأزمانات بحدود 500-600 مشطاح، هلا بنعمل لنا 200 مشطاح يعني تقريبا، وفي طلب عليهم. تميز اول شيء انه بعده عم ينخبز على فرن بيت نار عربي على البلاط، مكوناته من المحلى، من اليلسون، من السمسم، من جوزة الطيب، كلها بنعمل لنا نحن تحويجه، يعني من الاكلات الخفيفه خاصه بهالايام اللي عم تمرق صيفيه والشاب قوي، بيجي خفيف على الصائم مع لقمه لبنه مع لقمه جبنه. لا يمكن انك تيجي على بنت جبال وما تاكل من فرن بنت جبال الحديث. من أقدم الأفران بمنطقة بنت جبيل، تشهد حجارته اللي مدمر العتيقة على تاريخه العريق نموذج لبناني صامد بوجه الوجبات السريعة، وحافظ على وجبات شعبية تقليدية مرغوبة عند الشعب اللبناني.